مساء الخير، أني إيلا وأهلا بكم برنامج حياتنا. بداية موضوعنا اليوم حول نسب الطلاق. طبعا أكيد إحنا وغيرنا من البرامج والقنوات أخذوا هذا الموضوع أكثر من مرة، وإحنا همينا أخذنا هذا الموضوع سابقا وناقشنا وما إلى ذلك، وفي كل مرة نأمل أنه يعني نبتعد فترة عن هذا الموضوع ونريد نرجع له، لأنه كل مرة نأمل أنه يكون أكو اختلاف بهذه النسب. يعني دائما دا نسمع ارتفاع بنسب الطلاق، ارتفاع بنسب الطلاق، أبداً ما نسمع كلمة انخفاض، وهذا الشيء على مدار خلينا نقول الخمس سنين اللي فاتت بارتفاع مستمر. هذه النسبة، نسب الطلاق، طبعاً مع الأسف، لأنه أساس اليوم بناء مجتمع وأجيال وأساس كل شيء هو تنظيم وبناء الأسرة. فأما بالكم اليوم إحنا عندنا أساس حياتنا اللي هي الأسرة، وأساس نشأتنا، وأساس جيلنا القادم اللي معتمدين عليه لمستقبل أفضل وما إلى ذلك، ده يتدمر، وطلاقات ده توصل إلى ربما في لحظة الزواج. حالات كثيرة وقصص غريبة صراحة، أعمار صغيرة وحتى الأعمار كبيرة اللي صار لهم شهر وشهرين ويطلقون، واللي صار هم 15 و20 سنة وهم يطلقون. هنا الواحد راح يحير بالأسباب اللي هي بعضها معروف، لكن اللي نشوفه اليوم من خلال بحثنا واستطلاعاتنا حول هذا الموضوع أنه أكو حالات صراحة ما تخطر حتى على بالنا. راح نكون وياكم اليوم بهذا الموضوع، وأكيد حابين نسمع آراءكم حول موضوعنا لهذا اليوم، بالإضافة إلى لربما أكيد بعضكم مر بتجارب الانفصال، فنريد نعرف تجاربكم وشنو كانت أسبابها ونتائجها بالأحرى أيضا، لأنه اليوم نتائجها يعني تبعاتها على كل المجتمع مو بس على هذه الأسرة فقط، بالذات إذا كان نتاج هذا الزواج الأطفال. ننوه أنه تقدرون تتواصلون ويانا ونسمع آراءكم مثل ما ذكرت، وربما تجاربكم، حتى البعض عندهم اقتراحات من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة. وللناس اللي عندهم مناشدات حتى وإن كانت لا تخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم، تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم الآسيا عبر التليجرام برسائل نصية مفصلة بمناشدتكم، وإن شاء الله أكيد إحنا على اطلاع بها. قبل ما نبدأ بموضوعنا خلونا ونستقبل اتصالاتكم، أكيد خلونا نروح لهذا التقرير مع الزميلة حديد عبد الله وراجعي لكم. ثقيلة هي إحصائيات الطلاق في العراق، لكنها تعكس واقعا اجتماعيا مضطربا. ففي عام 2022 وصلت نسبة الطلاق إلى أكثر من 70,000 حالة، أي بمعدل يبلغ قرابة 200 حالة يوميا وفق مجلس القضاء الأعلى. أما العام الحالي وخلال شهر تموز الماضي فقد وصلت حالة الطلاق إلى أكثر من 5,000 حالة في جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان. أرقام مخيفة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي وتعرض مستقبل آلاف الأسر للضياع والتفكك الذي يدفع ضريبته الأطفال ليكونوا ضحية لتصفية الحساب بين الآباء. أسباب كثيرة أدت إلى ارتفاع حالة الطلاق في البلاد، أبرزها العمل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة والعنف الأسري وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الزواج المبكر الذي يعد السبب الأكبر. وبحسب مختصين فإن بغداد والبصرة أكثر المحافظات التي تشهد ارتفاعا بحالات الطلاق، حيث تقع بغداد بالمرتبة الأولى ثم تليها محافظة البصرة. من بغداد، حنين العبد الله، قناة الرابعة. أكيد مكملين وياكم موضوعنا وننتظر اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. وحول موضوعنا راح يكون معي في الاستوديو ضيفي الكريم الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير. بداية، حالات الطلاق يعني في ازدياد، وصار لنا على هالمنوال يمكن آخر خمس سنين يعني بقت النسبة ترتفع.
اليوم حالات الطلاق تصير أكثر من قبل النساء لو من قبل الرجال، يعني الرجل هو اللي يكون مقبل على الطلاق أكثر لو النساء هي اللي ترفع قضايا تفريق وما إلى ذلك. السلام عليكم على جميع مشاهديكم الكرام. حقيقة هناك عدة أسباب والطرفين هم شركاء في هذه العملية سواء كان سبب أو مسبب، إضافة إلى كون الضحية هم الناتج هم أطفال الطرفين. تعدد الأسباب يعني كثيرة في العراق، وتكاد يكون أهمها هو ظهور التكنولوجيا الحديثة، منها يعني أكثر أسباب التفريق هي بسبب وجود يعني الخيانة الزوجية الإلكترونية. هل يعتبرها القانون جرم أو تعتبر خيانة حالها حال الخيانة العادية حقيقة أو الطبيعية؟ إلى هذه اللحظات، إلى هذه الساعة، المشرع العراقي غير قادر على أن يتواكب أو يعني مع المستجدات والأمور التي تحدث، منها جرائم الإلكترونية. شرع قوانين لكن لم تصل إلى مرحلة المعالجة الجذرية لهذه الحالات، باعتبار أن الخيانة الزوجية أو مثل ما نص عليها الدستور حماية الاتصالات كان هناك. يعني اليوم حضرتك تتكلم أستاذ محمد، إذا راحت زوجة وقالت أنه أنا رجلي ديخوني، لكن الخيانة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول بالتشاتينج وهاي السوالف، راح يأخذها القاضي بعين الاعتبار أنه هي خيانة فعلية؟ حقيقة هنا دائما القضاء يعالج هذه الأمور من خلال إعمامات تصدر من مجلس القضاء الأعلى أو من خلال قرارات محكمة التمييز، لكن من الناحية القانونية لا يوجد أي تشريع يثبت أنه استخدام يعني التكنولوجيا الحديثة أو الاتصالات كجرم يجرم عليه أو يقدر من خلال القاضي أن يتخذ إجراء مباشر مع المشكو منه أو المشكو منها. طيب نرجع لسؤالنا الأول لكن بصيغة أخرى. اليوم المرأة العراقية مو مثل قبل، يعني قبل كانت أهلها مثلا يقولوا لها لا أصبري، جهالك، عائلتك، عيب، ما يصير، حرام، أبغض الحلال. لكن هسه صارت عندها قدرة أكثر أنه هي إذا تريد تنفصل عن زوجها تروح ترفع قضية. فاليوم بالمحاكم النساء تطالب بالطلاق أكثر من الرجال لو الأعداد متساوية؟ حقيقة هي نسبة وتناسب. الضرر قد يكون طالب التفريق نفسه هو ليس هو السبب بل هو المسبب. فهذه نسبة وتناسب لا يمكن أن يقاس عليها، لكن حالات القانون اللي تمنع الزوجة أو صعوبة تفريقها هو أن يكون طلب التفريق من خلال الزوجة، لكن أكثر طلبات الطلاق هي تكون من الرجال حتما، لأن القانون والشرع أباح للتفريق أكثر من إباحة إلى موضوع الخلع، يعني التفريق بالخلع يختلف عن أنه إذا كان الرجل هو طالب التفريق. فهذه يحد من طلب الزوجة للتفريق. طيب اليوم أغلب الرجال إذا يريد هو ينفصل، شنو خلينا نقول الأسباب المشتركة دائما تكون؟ دائما يعني وأغلبها هو الشك أو عدم المقدرة الاقتصادية أو عدم قدرته على أن ينسجم مع زوجة، متزوج يعني من فترة يعني فترة قصيرة، وهي أيضا غير متحملة المسؤولية، يعني الزواج المبكر
قد يكون احد الاسباب، الاسباب عديده جدا يعني، لكن حاليا اللي يوصل للمحاكم اغلبه هو الشك من خلال موضوع بسبب التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي. طيب اكو بعض الرجال اليوم بده نشوف انه هو يريد ينفصل عن زوجته وهي هم تريد تنفصل، لكن احنا نقول بالعاميه بكلامنا يبقيها لو يم اهلها لو بالبيت ويرفض الطلاق حتى يبزعها حتى هي تطلب الطلاق على مود تتنازل عن حقوقها. ما هذا الامر مو منتج حقيقه. حتى لو تطلب الطلاق انه بامكانها ان الزوجه اذا كان الرجل يعني كان بهذا الاسلوب او هاي السلوكيات تستطيع ان تقيم عليه دعوه، هي النفقه الماضيه والنفقه المستمره حتى تامن يعني راتب شهري يستمر معها، فتقدر تدفع عن نفسها بهذا الموضوع ويوصلها وهي بيتها يعني راتبها. طيب فيما يخص النفقة، اليوم المرأة المطلقة تقدر تأخذ نفقة من طليقها، متفقين على هذه النقطة، لكن أيضا يحق لها تأخذ نفقة من الرعاية الاجتماعية، صحيح؟ فهنا المطلقة، نعم المطلقة، فهنا راح يكون أكو تشجيع على موضوع الطلاق، انه انت اليوم حتى اذا انفصلتي انت راح تاخذين من طليقك مبلغ مالي كل شهر، وراح تاخذين من الدوله همينة مبلغ مالي، ما تشوف هذا الشيء يشجع على الانفصال؟ لا ابدا، هناك عوائل محتاجه ان تكون يعني تحت رعايه اجتماعيه، وهذا ابسط حق من حقوق الزوجه او المطلقه، لان عندها اطفال وتريد تعينهم والدوله كفيله برعايتهم. وهذا إجراء معتمد في جميع دول العالم، وإن كان دول العالم قليل التفريق حسب الأديان، تعرفين الدين المسيحي سواء كان كاثوليكي أو الأديان الأخرى صعوبة التفريق به، لكن الديانة الإسلامية يعني أتاحت موضوع التفريق يعني مو بالسهولة اللي تصوريها، لكن فبها نوع من الحرية مع ارتفاع حالات الطلاق وأعدادها، يعني معناها أكو سهولة صار بالموضوع. نعم هو هذا القصد، القصد أنه ما ممكن علاج هذا الموضوع إلا من خلال خلق بيئة اجتماعية. احنا دائما ندعو إلى أن يكون هناك بحث اجتماعي قبل الزواج مو أثناء التفريق، دائما يشتغل بعد الحدث وليس قبل الحدث. احنا المفروض نستخدم الوقاية ومشوا به، نعم مشت بمجلس القضاء مشى بهذا الموضوع فترة من الفترات انه يكون بحث اجتماعي بين الزوجين يعني مدى يعني تأهيل للزواج. دائما يكون عند الرجل رغبة للزواج دون ان يعرف الواجبات والحقوق عليها، والزوجة ايضا صغر سنها او رغبتها انه تجد شريك حياة مبكر لها أو صعوبة العيش أو هاي الأمور اللي نذكرها، لكن لا توجد دراسة لمشروع الزواج. هو اسمه مشروع قبل الزواج، يعني متناسين مسؤولياتهم خلينا نقول. نعم فعلا، لكن موضوع الطلاق الصوري أيضا هناك طلاق صوري، يعني أغلب الحالات اللي تصير بخصوص راتب الرعاية الاجتماعية هو هناك وجود طلاق صوري. نعم اليوم أكو احتيال خلينا نقول على القانون، أكو البعض دا يتطلق بالمحاكم لكن هم ما زالوا شرعا متزوجين، وهذا الشيء بس على مود يأخذون راتب الرعاية مال المطلقة، صح ورقي لو لا؟ تفريق ورقي. طبعا الدين الإسلامي، الديانة الإسلامية بكل مذاهبها حرمت هاي الآلية باعتبارها كسب غير مشروع من خلال الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا يعني من ناحية الشرعية والفقهية منح إمكانية أنه بعض المذاهب سمحت بهذا الموضوع، سمحت أنه يكون الطلاق صوري باعتبار انه الحاجه لكسب المراه او يعني غايات اخرى فسمح بها، لكن المذهب الجعفري ويعني
حرم هذا الموضوع بالطلاق الصوري، وايضا كثير من المذاهب الحنفي والشافعي. اليوم الدولة إذا درت بهذا الموضوع أنه هذا الشخص أو هاي الامرأة مسوين طلاق صوري على مود يأخذون نفقة الرعاية، شو راح تكون إجراءهم؟ حقيقة تم الكشف عن كثير من هذه الحالات. شلون تم وحالتها وفق نصوص قانونية إما بالتزوير مواد 289 و298 و295 أو وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111/1999. شلون يتم الكشف عن هذه الحالات؟ يتم الكشف من خلال الأخبار. أخبار عن إما عن طريق أقارب أو أصدقاء أو ذوي أو الجيران عن هذه الحالات المرتكبة، فيتم الكشف عليها بعد التحري والتقصي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ثم إحالتهم إلى القضاء. واضح. واسترداد كافة المبالغ، هاي جدا فقرة مهمة، بأثر رجعي من قبل الحكومة أكيد. طيب أكمل وياك أستاذ محمد، لكن عندنا اتصال من دريد من بغداد. مساء الخير يا دريد. مساء الخير سيدي. أهلا بك. شكراً، شكرا على هذا البرنامج، أنا من متابعيش القدماء. أشكرك، شكرا لاتصالك، أسمعك يا دريد. والله عندي كم سؤال بالضيف الأستاذ المحامي. نعم. بدي أسأل أنه ليش يعني حاليا دا أحس القانون العراقي ينصف المرأة أكثر مما ينصف الرجل بالنسبة لموضوع الطلاق والما بيترتب عليه يعني من تفاصيل والنفقة وما إلى زين. طيب. هاي واحدة. اثنين، احنا يعني نطلب من نقابة المحامين والقضاة واخواننا اللي متابعين يعني الحياة الحقوقية انه اريد برامج توعية يعني قانونية، يعني قبل كانت توعية بكل شيء يعني بالنسبة للمواطنين، هسه المواطن يجهل اي شيء، يروح للمحكمة ما يعرف شنو القانون شنو الاله وشنو العدل، فاريد برامج توعية مثلا من يعني من هذا القبيل انه حتى العالم تعرف يعني ترى انت اذا تزوجت وطلقت هيك كذا، اذا مثلا سويت جناية هيك يعني حتى الناس تعرف والشعب يتوعى يعني الى متى راح ننظر يعني كل شيء ما نعرف. صحيح، شكرا لك يا دريد ولوجهة نظرك ورأيك، وأيضا أكيد أستاذ محمد راح يجاوبك على سؤالك. شكرا لحضرتك اليوم دريد، صراحة لسان حالة نساء يعني لسان كل الرجال اليوم، الكثير من الرجال بعد الانفصال يشوف نفسه أنه هو عليه هواية أعباء ودائما الحق عليه، حتى في موضوع حضانة الأطفال أنه يشوف ابنه بس مرة واحدة بالأسبوع وما إلى ذلك، وإذا رفضت المرأة أنه يشوفها بهاي المرة اللي إذا كانت مريضة أو ما إلى ذلك بالقانون كلش طبيعي، فالكثير من الرجال اليوم يشوف الموضوع ما بإنصاف. حقيقة موضوع المشاهدة والاصطحاب هذا موضوع طالبنا به كثيرا، لأن حقيقة هو الضحية لا هو الرجل ولا هي الزوجة، لا الزوج ولا الزوجة، الضحية دائما هو الطفل. لذلك يعني المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية كانت سبب من أسباب هذه المطالبات المستمرة لهذا الموضوع، خصوصا وأنه هناك مطالبة بتعديل هذا النص حسب الشرع وحسب الدين. تعرفين الأحوال الشخصية هو استنباط من أحكام الشريعة والفقه الإسلامي وفتاوى المراجع. شلون ممكن يتعدل هذا القانون بشكل أفضل؟ حقيقة هناك مطالبات، وفعلا في الدورة السابقة كانت هناك يعني إجراءات وصلوا بها مراحل متقدمة، أما موضوع أنه الحقوق المرأة أكثر من الرجل فهذا الحق من ناحية الدين الإسلامي أدي قبل القانون. نعم، جميع نصوص مواد الأحوال الشخصية مستمدة من اتفاق فقهاء الدين على هذا القانون، لذلك لا دخل للمشرع يعني باعتبار أنه المرجع الإسلامي هو الخاص بالديانة الإسلامية، هي المرجع الأساسي في صياغة القوانين، والمواد الشخصية أيضا عن طريق الكنائس، كنيسة سواء عندنا 14
مذهب من مذاهب الديانة المسيحية. طيب أكمل مع حضرتك، لكن عندنا اتصال من أحمد من نينوى. مساء الخير يا أحمد. مساء النور أستاذة، وتحياتي للأستاذ محمد. يعني متابعة مواضيع مهمة، يعني كان بيها شخص سياسي سابقا، يعني واثق من ثقل وزن ضيفك بالمواضيع القانونية. نعم. ذكر يعني المتصل القبلي يعني مصطفى على ما أظن دقيق جدا، يعني أنا أسميه أنه مرحلة الإجحاف، يعني حاليا نحن داخلين مرحلة الإجحاف، يعني أكو كثير إجحاف بحق الرجل، منها قانون الطلاق وتفاصيله، منها يعني قانون 57، يعني اللي نتمنى يعني أن يتبدل يعني نمط ظروفه ويتلائم مع الشريعة الإسلامية. اللي حاليا أذكر مثال واحد للاختصار، امرأة تتزوج رجل، يعني بنته مثلا 14 سنة أو 13 سنة، يعني هم تقريبا بالغة، تكون عند رجل غريب. واحنا نشوف يعني اكو كثير حالات نسمع يعني من التحرش يصير بهاي الفتاة من زوج الام. فاحنا يعني هاي جاي نشوفه، يعني الموضوع الطرحتي سببه يعني انا اشوف يعني لا هو مناورة قانونية ولا هو تفكك اسري بالاساس، بقدر ما هو بعد عن روح الشريعة الاسلامية. ويزيد الطين بلة، يعني نداءات كثيرة من منظمات مجتمع مدني او منظمات ما تسمى بحقوق المراه للمزيد من الاجحاف. نتمنى احنا شنو القانون يكون منصف، يعني لا يتحيز للرجل ولا للمراه بجميع فقراته، ومن ضمنها قانون الاحوال الشخصيه. نعم، شكرا لاتصالك يا احمد ولابداء رايك. اكيد اعود مع ضيفي الكريم الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي. استاذ محمد، اليوم نسب الطلاق اللي دا نشوفها بالمحاكم، هل هي اكثر للاشخاص المتزوجين صار لهم مده بسيطه اشهر او سنه او سنتين؟ لو همينا اكو حاليا يعني مجتمعنا وصل لمرحله انه اسهل شيء صار عنده يفكر بالطلاق، فاكو اللي صار لهم 15 سنه واللي صار لهم 10 سنين، هم دا ينفصلون؟ نعم اكيد. احنا ذكرنا اسباب عديده، وهاي الاسباب قد تكون مندثره في داخل الزوج والزوجه، والمعلن غير الحقيقه. طبعا دائما يكون الاعلان غير الحقيقه حفاظا على سريه بعض المعلومات اللي العائليه. لكن اللي ذكره الاستاذ المتصل الاول الاستاذ دريد، ذكر أنه عدم وجود وعي. هذا تشخيص مهم جدا، لابد أن يتم معالجته من خلال رجال الدين اللي ابتعدوا عن الدين ودخلوا بالسياسة، وهذا واجبهم الشرعي وتكليفهم الشرعي بأن يحافظوا على النسيج الأسري. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد أن يكون هناك وقفة من قبل الحقوقيين والقانونيين والجهات ذات الصلة بهذا الموضوع لتوعية العوائل أو الأسر بخصوص آلية اختيار الزوج أو الزوجة، أو النمط أو النظام الذي تبنى عليه الأسس الأسرية وأسباب الزواج. حقيقة هناك العديد من الأفكار لابد أن تتحقق أو تتجسد على أرض الواقع، وأهمها هي نشر التوعية والثقافة الزوجية وآلية التعامل بين الزوجين قبل الزواج. يعني أنصح بها قبل الزواج، يعني المهم هذا دور الأهل أيضا. دائما الأهل ماخذين دور أشوف جهالك قبل ما أموت، أزوجك قبل ما أموت، عدم الحيادية. وطبعا يكون الجانب ابنه أو بنته، لذلك يجب أن تتدخل الدولة، لأن الحقيقة اللي يتحمل العبء الأكبر هي الدولة اليوم. طيب اليوم فيما يخص الدولة وعبئها في هذا الموضوع، حضرتك تعرف اليوم القانون يجرم يعني الزواج خارج المحكمة بدرجة جنحة، لكن لا يجرم الطلاق خارج المحكمة. يعني الزواج الخارجي جنحة؟ نعم. لا لا، الزواج بالزوجة الثانية يكون لابد من موافقة بحال عدم التزامه.
أما الزواج الخارجي بعد تصديقه مباشرة أمام المحكمة يكون زواج حق يعني واقعي و... نعم. فيما يخص الزواج أكيد أعود إلى ضيفي الكريم، لكن عندنا رح يكون معنا عبر الهاتف السيد سلمان الموسوي وهو رجل دين. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء النور أختي الكريمة وحياكم الله، وتحية خاصة للضيف الكريم ولكم أيضا أختي الكريمة. أشكرك طبعا لانضمامك ويانا حول هذا الموضوع. أستاذ سلمان، اليوم هنالك المذهب الجعفري والمذهب الحنفي، اليوم أكثر النساء من دي يريدون يجون يتزوجون يعني يطالبون أنه يكون الزواج على حسب المذهب الجعفري، حسب أقوالهم أنه ينطي حقوق أكثر للمرأة بعد الانفصال. فإحنا نريد من حضرتك اليوم توضح لنا من ناحية الزواج والحقوق بعد الانفصال بالمذهب الجعفري والمذهب الحنفي، وشنو الفروقات بين هذين المذهبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. طبعا أتقدم بالشكر الجزيل لكم شخصيا على هذه الفرصة المناسبة نتحدث عن هذا الموضوع المهم. كما تعرفون أختي الكريمة أن الزواج يعتبر أضخم مشروع في هذا العالم وفي هذا الكون، لأنه عبارة عن بناء أسرة، والباري جل شأنه بارك في هذا المشروع وجعل أساس بناء الأسرة الدين والأخلاق، كما ورد في الحديث المبارك: من جاءكم من ترضون دينه خلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كثيرة. ومما يؤسف عليه نلاحظ الآن في السنين الأخيرة أنه بدأ الطلاق في عد تصاعدي، يعني نسبة الطلاق أصبحت ترتفع يوم بعد يوم، وهذا واقعا هو يرجع إلى الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، ربما عدم الدقة في الاختيار أو الوضع المادي وأمور أخرى. نحن عندنا الطلاق على المذهب الجعفري فيه شروط، أما على المذهب الحنفي فلا شروط هناك، يعني مجرد الشخص يقول لزوجة طالق أنت كل شيء، هذا واحدة. إحنا لا، على المذهب الجعفري نشترط أنه يعني هناك شروط، ولهذا المذهب الجعفري يحاول يعقد المسألة أكثر. يعني شنو شروط المذهب الجعفري في الطلاق؟ شروط المذهب الجعفري في الطلاق، نعم. تسمعني أستاذ سلمان؟ أسمعكم أختي الكريمة. طيب، حابة أعرف شو شروط المذهب الجعفري عند الطلاق. بلي، الطلاق عندنا لا يصح إلا ضمن شروط معينة. الشرط الأول أختي الكريمة أن يكون الرجل أو الزوج بكامل قواه العقلية، يعني لا منفعل ولا عصبي ولا سكران، أجلكم الله جميعا. نعم، هذا ما موجود عند المذهب الحنفي، سكران عصبي كذا كذا خلص، بل أكثر من ذلك، حتى إذا أخطأ مثل يدق له مثلا أنت مثلا فد عبارة معينة مثلا ولفظ كلمة طالق يصح الأمر. هذا الشرط الأول، أنه يشترط أن يكون الزوج بكامل قواه العقلية، هذه واحدة. اثنين، عنده إرادة، يعني هو جاي قاعد على مو طلق زوجته أمام الشهود، هذا اثنين. ثالثا، شهود عدول. الشهود العدول من هم أختي الكريمة؟ أولا معروفين بالتقوى والتدين، هاي واحدة، بعيد عن الخمر، بعيد عن التعاملات الربوية، يعني اللي يخل بالتقوى. وكذلك حتى أنه زيان اللحية، احنا عندنا بالمذهب الجعفري مجلس واحد يزيد لحيته بالموس، هسه اذا مثلا شرطي عسكري قانون او مثلا عند عاهه مثلا جسديه مثلا مرض جلدي كذا او مثلا المرجع مجوز له ماكو اشكال. لكنه انه اذا كان لا انه مزيد لحيته للموديل كذا هذا ما يصح جسمه الطلاق، لان هذا ما يعتبر عادل. شهود عدول، متقي يخاف الله يخمس، مو تارك الصلاه، لا يشرب خمر، و يعني شروط كثيرة. نعم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن المرأة على طهر، يعني ليست بحائط ولا نفساء، هذا واحدة. بعد
انه انت انت ان شاء الله مثل اختي ومثل بنتي، انه مثلا المراه شطفت يوم واحد في الشهر من الدوره ويوم 10 يطلق، هذه العشر ايام من واحد الى 10 فراش ما موجود، فاذا وجد الفراش فالطلاق باطل وتنتظر الدورة الثانية تشطف يلا يطلق. نعم. هذه من ضمن الشروط طبعا. وعندنا مثلا الطلاق الرجعي. انه مثلا هو يطلق زوجته، يعني يطلق من جانبه هو. نعم. هنا شرعا انه يجب ان يعطي الحاضر والغائب للزوجة. يعطي الحاضر والغائب. بعض الناس لا يبالي. وهذا ما يصير حق هذا. وبالمناسبة أختي الكريمة، احنا عندنا مثل العقد هو ما كبي حاضر وغايب، انه العقد هلكت وخلص، بس صار اكو عرف عشائري عرف اجتماعي ان الحاضر مثل 10 والغايب 15 كمل، او الغايب 20 كمثال. نعم. هذا الغايب اختي الكريمه او المؤجل هذا يعتبر دين في ذمه الرجل، يعني المراه شو كنت ما تطالب تطالب فيه. مو شرط يطلقها يلا بدون طلاق. لا لا لا، لان احنا شنو نشترط عندنا بالعقد الشرعي؟ عند المطالب والميسره. مثل قلنا زوجتك موكلتي فلان على مهر معجله كذا ومؤجله كذا، عند المطالب والميسره. عند شو كنت ما طالب؟ والميسره انه رجل كلمه يصير الحال. فهنا بعض الناس ما ملتفت لهي المساله ان هذا المؤجل او اللي نسميه الغايب هذا يعتبر دين على الزوج. هذا واحد. وإذا طلقها طلاق رجعي على من يم الطلاق فيعطيها الحاضر الغايب. بعض الناس لا يضط عليهم أو مجاملات لا يجوز. هي إذا تريد تتنازل أي بحث آخر المسألة يمها. هذه من ضمن الأمور. فلهذا أنه الشريعة تأكد أو شوية تعقد أكثر يعني المذهب الجعفري مسألة الطلاق، لأن واقعا هو عبارة عن يعني دمار بيته بصراحة. ومما يصف على إنشاء أخت الكريمة الآن حالات الطلاق أصبحت لا تطاق، يعني هذه يعني كما ذكرت أنه مرات عدم الدقة أو التسرع مثلا أو لا رغبة وهوى نفس بعدين لا والله المسألة تنتهي، وما يصير هذا عرض العالم. وهاي البنت حينما تتزوج أكو نقطة أخرى. نعم. أخت الكريمة أنه أبو البيت لما يتزوج بنته يهب أعظم ما عنده فلذة الكبد، فهذه المرأة تكون عنده أمانة، أمانة الله ورسوله عنده. يعني سيد سلمان اليوم الابتعاد عن الشرائع الدينية هم سبب في زيادة الطلاق؟ نعم. يعني اليوم الابتعاد عن التشريعات الدينية والالتزام بها هم رفع من نسبة الطلاق؟ الابتعاد عن من؟ عن الشرائع، التزام بالشرائع الدينية. بلي 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 أختي الكريمة. نعم. الإسلام أنا كما ذكرت في صدر الكلام أو البحث. نعم. أنه أعظم مشروع في هذا الكون هو بناء الأسرة. نعم. في هذا العالم. نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول اختاروا لي نطفكم فإن العرق تساس، هذا واحدة. فهنا يشترط على الطرفين أبو الولد وأبو البنت. أنه كل واحد لما يريد مثل ينتقي يجب ان يسال يتفحص يتاكد الى اخره. يتريث يعني. لا. في مثل هوى نفس رغم مثلا يعني اذا لم يرتكز بناء الاسره على اسس موضوعيه فهذا قابل انه يعني في انهاء العلاقه. اما اذا ارتكز على اسس موضوعيه شرعيه اجتماعيه انه الولد من عائله طيبه، البنت كذلك منسجمين متفاهمين. صحيح. يعني تقصد حضرتك هي راعي عده مواضيع مو بس حبيتها لو قرايبنا لو خشبنا يوم خلاص. طبعا اشكرك لا جزيل الشكر سيد سلمان الكريمه. اكو مساله اختي الكريمه. ومن من ضمن اسباب الطلاق بالدرجه الاولى هو الاجبار. هذا اكبر. صحيح. سبب في تهديم الاسره والطلاق. صحيح. وهو الاجبار. أنا هذا من عم يكون تقديره يا بأنه ما اعتراق بالبنية الشكل ما يعجبها أو مثل تصرفاته أو كذا. فلهذا أهم أساس في مسألة عقد الزواج رغبة الطرفين. لهذا احنا الآن أنا كرجل دين لما أريد نعقيد أروح للبنى أخذ منه وكالة. أخذ منه وكالة ما يقارب 5 مرات 6 مرات أقول ربما خجلانة ربما كذا. وهي صارت مرة. صارت مرة أنه ردنا نعقيد رد أخذ وكالة من البيت. قالت أنا ما قابلت. فقلت لهم بعد قوموا العقد باطل.
ما دام انه البنت ما قابله فالعقد باطل. لهذا شو نقول لبنيه؟ اتقبلينه او اترضينه ان اكون وكيلك على زواجك من فلبنان واجر الصيغه؟ فهنا مع الاسف الشديد اكو بعض الناس يعيش العصر الحجري، ان نكون تقرب عمك وابن عمك لي او اقربائك، هذا واقعا مرفوض جمله التصريح. يجب ان يكون هناك حريه الاختيار للطرفين حتى تكون حياتهم هنيئه سعيده، والا اذا اجبار فما راح تكون حياه هنيئه وبالتالي عرضه للطلاق. صحيح، شكرا لك. كان معنا عبر الهاتف السيد سلمان الموسوي رجل الدين. اعود لضيفي الكريم في الاستوديو الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي. استاذ محمد، اليوم هم اكو عمليات نصب واحتيال تصير في بعض الزواجات، يعني بعض الرجال يتقدم الى فتاه على اساس انه هو يملك كذا وكذا، وبعد الزواج تكتشف شيء مختلف تماما، والعكس ايضا مرات يصير انه هي يكون يعرفها على اساس شيء معين، بعد الزواج يكتشف انه هي شخص اخر كانما. اكيد هذه الحالات موجوده كل المجتمعات وليس في المجتمع العراقي او العربي او الاسلامي. حقيقه دائما قد يكون اصطناع نوع من الهالات او تعظيم الاشياء او يعني المبالغه احد اهم اسباب انهيار هذه العلاقات. لذلك دائما قبل كان يعتمدون بالمجتمع البغدادي العراقي الإسلامي يعتمدون على الخطبة، يسموها الخطابة. خطابة هاي تروح على بيت فلان تسأل تعرف منو هذا، حتى إرادة جد باليوم. لكن هسه الناس لها الظاهر، صح؟ يعني نرجع نعتمد على الخطبة أحسن، بعد احسن. حسب طبيعه الاختيار طبعا. طيب. لكن حاليا نشوف صعوبه بهذا الجانب. اولا الناس تتردد بالاجابه على هذه الامور. ثانيا حتى الجيران من يجي يسال راح يعطي معلومات يجوز معلومات مو صحيحه. طبعا يعني يقول لك انا شورط نفسي اقول عليه مو او يعطي معلومات غير صحيحه. يعني بأهداف أو أسباب أخرى ثانوية أو وجود خلافات مع هذا الشخص. فدائما العالم صارت ما تعتمد على حتى الثقة بالسؤال، فلذلك انتشرت هذه الحالة. طيب شكرا لحضرتك، كان معنا في الاستوديو الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي، شكرا لحضرتك. مكملين وياكم، لكن خلونا نروح إلى استطلاع للرأي مع الزميلة حنين العبد الله وراجع لكم. بحدود 190 حالة طلاق تحدث بالمحاكم العراقية يوميا، يعني بالساعة الواحدة 8 حالة طلاق. طبعا هاي المعلومات وفق احصائيات للجهات المختصة، والاسباب الطلاق طبعا كثيرة، لكن اللي دي يصير بالفترة الاخيرة دي يصير احتيال على القانون من خلال الطلاق الصور اللي يكون متفق عليه بين الزوجين من اجل الحصول على رواتب الرعاية. طبعا هاي الحالات دي تكثر، فخليكم ويانا بهذا الاستطلاع حتى نشوف شنو هي الاسباب اللي تؤدي الى زيادة نسبة الطلاق بالعراق. حضرتك شنو بداخل المحكمة حتى تنفصل؟ نعم. طيب شنو السبب اللي خلاك توصل هاي المرحلة ويا زوجتك؟ أول شيء يعني رئيس مهندسين بالموصل، شفت بربيل، عرفت طبيبة، فمن عرف الطبيبة قلت يعني مهندس ويا طبيبة، فأمي خطبتها بربيل قالت تفضل ببالي، خطبناها. يعني أنا ما أجي عندي شغل بالموصل، رئيس مهندسين مع الموصل كلها، فما بيدي وقت، فحاول لما بالغت تتأثث وتكمل وتتاي. ظل 15 يوم للزواج، جينا يعني جيت اشتريت لها ملابس شغلات، جينا قالوا ماكو قسمه، يابوا فلوسنا رجعونا ما يقبلون يرجعون. يعني طلعت لا طبيبه وابوها مو قاضي، كلها كذب كذب كذب، واخر شيء اكتشفنا عدا علاقه مع واحد. بالفتره الاخيره تزيد نسب حالات الطلاق بالعراق، برايي شنو هو السبب؟ انا اعتقد برايي عده اسباب، منها اولا توعيه المراه. المرأة تحاول أن تأخذ يعني جميع حقوقها، ما تتنازل. الرجل إذا ما استجاب راح ترجع للمحاكم وإلى الطلاق، لأن توعت يعني ما تريد تصبر على شيء هو ما بنتيجة. تمكين المرأة بالمجتمع أيضا، عقليا وفكريا وماديا، ماديا بأن هي تستطيع أن تعيش نفسها. في السابق كانت المرأة تتحمل لأجل العيشة، عيشة جهالها وعيشة نفسها. ثانيا قرار 57 أيد المرأة مليون بالمئة، مو بمئة بالمئة، مليون بالمئة، بأن الطالب
بالطلاق اقل شيء، يعني مو فشي كبير. وتشوفي سلبي لو ايجابي هذا الموضوع؟ سلبي، انا اعتقد سلبي، لان الرجل مدى ياخذ هو راحته، هو حقوقه مدى ياخذها، لان بعض النساء ما اقول كلهن، بعض النساء استغلوا هذا القرار لصالحهم. انا اعتقد هذين الاسباب الاثنين. اوكي، اذا العائله كانوا عندهم اطفال هم الضحيه. اوكي، يكون سبب الخلاف هذا الموضوع، موضوع الاطفال يكون سبب الخلاف بين الزوجين يؤدي الى الانفصال؟ قليل، نادرا سبب هو الاطفال، الا هو المراه اذا ارادت ان تستغل 57 تاخذ اي سبب حتى لو كان تافه. اكثر شيء نقول الاهل، يعني اكثر شيء هسه اللي جاي اشوفه يعني ام الزوجه تشجع، يعني انه شجع البنت يعني على المشاكل او فد شيء، بس انت المفروض يعني تسهلين الوضع. او مو الاهل، مو بس الام، جزء الاب هم كذلك، جزء الاخوان، جزء الخوات. طيب، يعني قصدك التدخل لو التشجيع من الاهل على الطلاق. تدخلات. طيب، اغرب حاله طلاق سمعت بيها؟ اغرب حاله طلاق سمعت بيها بالمحكمه. يعني عقدوا يعني عقدوا خلال ربع ساعه طلقوا. شنو السبب؟ سبب انه انطت رقم الرقم للحمايه مال القاضي. خيانه هاي؟ اي خيانه. يعني راسا قال اطلق. انطت رقمها راسا للحمايه مال القاضي. هاي مشكله. اي تصير ايضا بالفتره الاخيره انه البعض ينفصل عن زوجته بالاتفاق طبعا على حبر من ورق مثل ما نقول، من اجل الحصول على كذا رواتب، ومنها رواتب الرعايه. صحيح صحيح. اكو اي اكو يعني يزوجون بناتهم، يعني خاصه اللي حالات اللي عوائل مدهوره، اللي يزوج بنته على مود فلوس. تعرفين ناس منفصلين؟ هواية اكو ناس منفصلين. اسباب اللي ادت الى الانفصال بيناتهم؟ والله اكو الناس تريد تعيش يعني عيشه كلش يعني فري، فالرجال ما يقدر يلبي، تريد تلبس احسن لبس، تطلع احسن مكانات، فيعني تكون طلباتها كلش غريبه. الزوج ما يقدر على هاي الطلبات. يعني يجوز هو عنده مورد ثابت ما يقدر يلبي طلباتها، هي تقوم تنفصل على مود تشوف لها شخص يصرف عليها، وهذه يعني هاي الاسباب. كانت قدامك هاي الاسباب واضحه؟ والله هوايه اكو تدور ورا الماده، تعوف بيتها واطفالها، تدور على شخص يعيشها عيشه زينه. هذه كانت بعض من آراء الناس في الشارع العراقي حول موضوعنا لهذا اليوم. وأكيد انضمت إلي في الاستوديو ضيفتي الكريمة دكتورة خلود الشمري، وهي باحثة اجتماعية. مساء الخير دكتورة خلود. مساء الخير عليكم وعلى كادركم وعلى كل المشاهدين الكرام. شكرا لحضورك. بداية دكتورة، سمعتي في الاستطلاع أحد الأشخاص قال على أغرب حالة طلاق. أغرب حالة طلاق مرت عليك؟ طبعا أغرب حالة طلاق أنا نشرتها فيديو، وصلت طبعاً ترند 4 مليون. صحيح لك إياها، إن حالتين مو حالة واحدة. الحالة الأولى طبعاً زوجة وعندها أطفال 3 وعايشين حياة طبيعية، يعني صار لهم قد متزوجين؟ عندهم 3 أطفال شيء أكيد، يعني صار لهم سنوات، يعني مو سنة أو سنتين. المهم الزوجة قالت الزوجة أنا مسافرة ويا صديقتي الأربيل، فانطاها الثقة منها يعني، راحت سافرت يعني ويا صديقتها، يوم يومين 3 اتصل عليها جهازها مغلق، اتصل على صديقتها، صديقتها ما رايحة يعني ببغداد. على العموم اتصل على أهلها، جيش أو الشباب هم يبحثون عنها. بالتالي لقوهم الزوجة شخص ثاني سوي عقد طلاق مزور، ومزوجة شخص متعرفة عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وقالت له أنا ما متزوجة مطلقة يعني. فالمهم وصلوا لهذا الشخص، شخص قال لهم أنا ما أعرف، أنا قالت لي أنا ما متزوجة وتركت أهلي وكذا. فالمشكلة هي طلقت طبعاً يعني على ذمة رجل وعندها أطفال 3 وحياتهم طبيعية يعني المشكلة. فالمهم هذا أبو الأطفال
طلقها يعني قال بعد اني هيك امراه ويعني بعد هي خيانه تعتبر خيانه شوية خيالي يعني خيالي يصير فيلم يعني هذا من الواقع اللي يعني قريب علي جدا يعني زين وهذا الشخص الشاب اللي تزوجها قال لهم اني ما اعرف المهم طلقها وبالتالي اخذوها اهلها ما اعرف بعد انقتلت او تعرفين انت عاداتنا وتقاليدنا هاي الحاله الاولى الحاله الثانيه احدى طبعا انا رئيسه منظمه فتجيني هاي الحالات وغير الامور اللي تجيني على السوشيال ميديا فقال لها احذف الانستغرام هذا البرنامج ما اريد احذف فيه قالت له والله احذفك من حياتي وما احذف الانستغرام ثقي وتم الطلاق يعني على مود برنامج بالسوشيال ميديا شنو اعمارهم يعني المشكله ها هي هاي المشكله الاعمار الصغيره اليوم اللي ما عندها وعي بان هي اليوم رئيسه مؤسسه اللي هي انا اعتبر الزواج مؤسسه طبعاً. مؤسسه ضخمه دكتوره اليوم ليش صار اسهل قرار ممكن نتخذه اللي هو انهاء الحياه الزوجيه احنا كمجتمع عراقي يعني تصير اشكال الوان احنا نقول بين الزوج وزوجته لكن يبقى التمسك موجود والاهل يساعدوهم حتى يكملون حياتهم ويمشون بحياتهم اليوم صار اسهل شيء انه يلا نطلق فعلا شوف طبعا هي الاسباب كثيره اول سبب اليوم هو الانفتاح بالدرجه الاولى الانفتاح اليوم وما يشاهدوه اليوم يعني الناس من مشاهد تنطي نقول الحياة الوردية بعد الانفصال وكأنما المرأة هي حفلات الطلاق نعم سجينة كانت وكأنما المرأة مقيدة المرأة قوتها بانفصالها هاي الأمور أدت اليوم إلى انهيار كثير من الأسر وايضا يعني مثل ما قلت لك الاعمار اليوم الاعمار الصغيره اللي هي زواج القاصرات اللي ما عندها قلت لك يعني وعي بحياتها الزوجيه يمكن عندها الزواج هو بدله وحفله وانتهى الموضوع اقل مشكله قالت له اني راح اخذ ملابسي واطلع وكانما هي يعني في سفره او في نسهه يعني هنا وايضا يعني اني دائما اقول الاهل الأسرة هي نفسها المفروض اليوم يعني أي شاب يريد يتزوج أو بنتهم تريد تتزوج اليوم المفروض الأم تأخذ دورها بتوعية أولادهم وبناتهم اليوم أنت بنتك مثلا عمر صغير وحتى وإن كانت مو عمر صغير يعني تغرس بتفكيرها بأن أنت راح تكونين رب عائلة أنت راح تكون عندك أطفال هاي مسؤولية كبيرة مو أي مشكلة أنت اتخذت قرار بأن خلص انتهت حياتي طيب دكتورة اليوم أكو هواي ناس من لي هستهم الزوجين أول شيء يخطر على بالهم بأي مشكلة مرات كلش بسيطة وتافهة ونسمع هذه الأشياء أول شيء أوكي أطلق كلش طبيعي فشنو النصيحة اللي تنصحينهم إياه إنه أنت صار لك كم شهر متزوج لو صار لك سنة وسنتين وصارت مشكلة أول شيء خطر على بالك الطلاق شنو النصيحة اللي تقدمي لهم إياه حتى اليوم يبتعدون عن هذا القرار ويخلوه آخر شيء طبعا نصيحتي أولا هو الابتعاد عن ما يشاهدوه من الحياة الوردية بالسوشيال ميديا هاي كلها حياة خيالية يعني كذب من يشوفون مصطنعة. أو يشاهدون نعم كلها كذب هاي اللي دي يشاهدوهم من المشاهير اللي مع الأسف يعني اليوم مشاهير الصدفة اللي صاروا وينطونهم ده يعني حياة بأن هي حياتهم هاي وردية بانفصالهم وأيضا لازم يكون عندهم شعور بالمسؤولية يعني اليوم أنا أنطي فرصة لنفسي وأنطي فرصة لبيتي نعم أنطي فرصة لحياتي يعني مو أي مشكلة بسيطة أنا قلت له يلا خلاص خل ننفصل لا أنت أسست حياة وأنت أسست حياة لازم يعني تكملون مشواركم مثل ما أهلنا يعني ناسنا وآبائنا وأمهاتنا يعني وصلوا أولادهم أو وصلتكم إلى هاي المرحلة فلذلك هيج قرارات باستعجال بعصبية هاي من نقول أكبر خطأ يتخذه الزوج أو الزوجة فلذلك طيب. يجب أن يكون هناك تأني باتخاذ القرارات طيب دكتورة سريعاً
وبصراحة نعم. هل فعلا اليوم قدرة المرأة على طلب الطلاق والقوانين الموجودة اللي تصب في صالحها أدى إلى كثرة حالات الطلاق ومطالبة المرأة بالانفصال بكل سهولة؟ هاي أيضا سبب. يعني اليوم المرأة طبعا يعني يمكن اليوم النساء يقول شلون تكونين ضدنا، لكن أنا أعتبر المادة 57 هاي مادة مجحفة وأدت لنقول تشجيع، أنا أعتبرها تشجيع تشجيع المرأة اللي طلب الطلاق، تقول لك أنا عندي حقوقي والأطفال إذا أنا مثلا ما أريد أنطيهم وياي يبقون وياي ويأخذون كامل حقوقهم، لذلك أنا عايشة حياتي بالطول وبالعرض وأخذ نفقة من الرجال، وحتى مشاهدة لأولادي يمكن ساعة واحدة أو ساعتين خلال الشهر الكامل، ومشاهدة تكون أيضا يعني بالمحكمة ما يقدر هذا الأب يتمتع ويا اولاده يعني او بناته. ساهمت بشكل نعم رئيسي شيء اكيد. هاي الماده انا اعتبرها ماده مجحفه ادت اليوم الى انهيار كثير من الاسر. نعم شكرا دكتوره خلود، كانت معنا دكتوره خلود الشمري باحثه اجتماعيه، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لمشاهدينا عبر قناه الرابعه، نلتقيكم غدا ان شاء الله بحلقه جديده اخرى، الى اللقاء.